بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في لقاء متجدد من يستفتونك. في هذا البرنامج نعرض أسئلتكم واستفتاءاتكم على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك الإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر، الباحث الشرعي في الفقه المقرر. حياكم الله دكتور سعد. اهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات. انتم مشاهدي الكرام نرحب بكم باسئلتكم واستفتاءاتكم، ذلك بالاتصال على ارقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشه، فمرحبا بالجميع. ام محمد من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا ام محمد. هل يجوز الصلاه وقت الافرازات وقت الدوره؟ نزول افرازات وقت الدوره؟ يعني الافرازات هذه بعد الانتهاء من الدوره ولا قبل ان تبدا الدوره؟ قبل الدوره في ايام الدوره. لكن ما نزل دم اسود. لكن الشيخ يسال هل نزل دم اسود؟ وابيض. واضح يا شيخ جاء. ما نزل دم اسود، انا اسالها ما نزل دم اسود. الكدرة والصفرة، وهذه انا اسال عن الدم الحيض الثقيل المنتن الرائع. دم الحيض المعروف، الدم الاسود. لا الثقيل. لم يخل. فقط هي مجرد افرازات. خلاص. ايوه. يلا. سؤال اخر يا محمد. في دعاء لتوفيق الحج. دعاء للتوفيق لاجل الحج؟ ايوه. يعني انت تريدين مثلا ان يمن الله عليك بالحج، وهل هناك دعاء مخصص لهذا الامر؟ ايوه. طيب. وشكرك. أسأل الله أن يحقق لك غايتك محمد، شكرا لك. أم فيصل من السعودية، السلام عليكم. ذهبت أم فيصل معنا، شكرا للجميع، حياكم الله شيخنا مجددا. شيخنا، في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. البعض يشكل عليه مسألة الإسراف، أو معنى الإسراف، هل هو يقصد به الذي يخلط بين عمل صالح وعمل سيء، أو الذي يسرف معناه أنه يكثر ويبالغ في السيئات وهو ربما مقل في عمل الصالحات، أو حتى لا يفعل الصالحات أبدا. الله سبحانه وتعالى من ينادي في هذه الآية الكريمة؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما ما ذكره الأخ السائل عن قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من أهل الشرك أسرفوا في القتل وأسرفوا في الزنا، فجاءوا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما تدعون إليه لحسن، فهل لما عملنا كفارة؟ فنزل قوله تعالى هذه الآية، ونزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. القاعدة الأصولية أن خطاب الفرد خطاب للجماعة، وخطاب الجماعة خطاب للفرد. فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، دخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم من جملة المؤمنين، وإذا جاء خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه المؤمنون، إلا أن يكون خاصا. والخصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من دليل، مثل المرأة التي وهبت نفسها، قال الله عز وجل: خالصة لك، يعني خاصة لك. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الماعز: ولا تحل إلا لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر ذلك فالإسراف هو الإكثار. فظن هؤلاء، والحديث رواه مسلم ورواه النسائي وغيره، حديث ابن عباس، ظن هؤلاء أن كثرة ما فعلوه من الذنوب والكبائر أنه
لا يغفر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام وهم على الشرك. فنزل قوله تعالى الذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كل هذه الذنوب من كبائر الذنوب ومن أعظم الذنوب، ومن مات على الكفر وعلى الشرك فالله لا يغفر له. كل الذنب إلى الله، عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك لا يغفر له. من لقي الله، جاء في حديث في صحيح مسلم، من لقي الله يشرك به شيئا أدخله الله النار. فإذا تقرر ذلك فهذا الخطاب لكل الناس، لكل المسلمين، لكل من عصى الله بأي ذنب من الذنوب يدخل في هذا العموم. والذنوب هي حرام كلها سواء قلت أو كثرت. ولا يفهم من هذه الآية أن الذنوب إذا كانت قليلة لا تضر، هذا غير صحيح، أو أن الذنوب إذا كانت من الصغائر هذا لا يضر، هذا غير صحيح. قال بعض السلف إنكم تعملون أعمالا ترونها صغائر، وهي عند السلف كانوا يرونها من أمثال الجبال. فالحذر، الحذر من مسألة الذنوب والجرأة على الذنوب. وقال بعضهم الاستمرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولكن حقيقة نقول إن الذنوب كلها محرمة، صغيرها وكبيرها حرام لا يجوز. وعلى الإنسان أن يتوب دائما وأن يرجع إلى الله، لأننا لا ندري متى نموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولكل أمة أجل. فالأجل محدد ويأتيك بغتة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ويقول القائل وإن أخطأت في هذا البيت وإنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدنينا من الأجل، لعلي أخطأت في البيت، كل يوم مضى يدني من الأجل. نعم، فنحن نحسب أيامنا ونفرح بالأيام تمضي، ولكن حقيقة هي من أعمارنا وتقربنا إلى الموت وإلى الدار الآخرة. فعلى الإنسان أن يحذر من الذنوب مهما رآها صغيرة. انظر إلى عظمة الجبار جل جلاله الذي يراك ويسمعك ويعلم بك وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر، ولكن سبب نزول الآيات الآيتين، سبب نزول الآيتين ما ذكرته هو هذا الحديث عند مسلم وعند النسائي وعند غيره. أحسن الله إليكم شيخ سعد، بارك فيكم. نستاذنكم في هذه الاتصالات. أبا فهد من السعودية، السلام عليكم. أبا فهد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبا فهد. يا جزاك الله خير أبو الشيخ. آمين وإياك ومن يسمع. أطال عمرك أسبح أستغفر الله مئة مرة، جزاك الله خير. إيه، أستغفر الله وأتوب له مئة مرة. إيه نعم. وسبحان الله وبحمده مئة مرة. نعم. وسبحان الله وبحمده العظيم مئة مرة. نعم. وسبحان الله العظيم وبحمده، وسبحان الله والحمد لله لا إله أكبر مئة مرة، ولا إله الله وحده ولا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو مئة مرة. نعم. ولا إله الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل مئة مرة. وكان جالس يا شيخ بجنبي رجال وقال يا أخي في شيء هذا يكلفك كنا، لكن في شيء أهون منه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هل صحيح هذا يا شيخ؟ يعني الآن تسأل عن إضافة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه بالإضافة إلى ما ذكرت من تهليل وتسبيح وتكبير واستغفار. بعض هذه هل تروب عنها كلها؟ هل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تغني عن الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير مئة مرة؟ ايه. طيب، سؤال آخر أبو فهد؟ جزاك الله خير، وجزاك الله الشيخ بعد خير والله يرحمه. حفظك الله وبارك فيك، شكرا لك. أبا سعيد من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا سعيد. الله يسعد مساك يا طول عمرك. أبغى أفهم أن الاستغفار 10 والتسبيح 10 والحمد لله 10 ولا إله إلا الله 10 والله أكبر 10 هل تقرأ في صلاة الليل؟ تقرأ تقصد في الركوع في السجود؟ لا 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 يعني بعد الانتهاء بعد الانتهاء من قيام الليل. بعد الانتهاء من قيام الليل هل نسبح الله ونهلله ونكبره 10 هكذا؟ 10 استغفر الله سبحان الله والحمد والاستغفار. نعم الله أكبر 10. نعم 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 جزاك الله خير. شكرا لك يا أبا سعيد. سعيد من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بسعيد، تفضل بأسئلتك. أسألك، لدي اثنين سؤالات بعدك. نعم لديك سؤالان. السؤال الأول، السؤال الأول، هل ما الأفضل في صلاة الوتر، جمعهن الثلاث أو صلاة ركعتين؟ السؤال الأول، ما الحكم صلاة الوتر الأفضل فيها، الصلاة ثلاث ركعات معا أم ركعتين وبعدها الثالثة لحالها؟ يعني الشفع والوتر بركعة واحدة أم الشفع ركعتين ثم تسلم ثم تصلي الوتر ركعة واحدة؟ نعم. طيب السؤال الثاني يا أبا سعيد، يا سعيد، السؤال الثاني، ما حكم عيد الكريسماس؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. يا تقصد يعني التهنئة وليس الاحتفال به؟ نعم نعم التهنئة. طيب الله شكرًا. شكرا الله خير. شكرا لك يا سعيد. محمد من السعودية، السلام عليكم. كيف حالك؟ مرحبا بمحمد، حياكم الله. الله حبيبنا الغالي، الله يحفظك ويحفظ والدك. آمين وإياك يا محمد من يسمع. بالنسبة لعندي سؤالين الله يحفظك. أول شيء، ماذا ما هو الصحيح، أن نقول مسيحي أو نصراني؟ هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، فيه كثير من الأخوان الله يهديهم عندما يتوضأ طبعا يغسل يديه. خلك معي يا شيخ ياسر. أسمع. إيه نعم نسمعك يا محمد. بعد الوضوء إيه ماذا به؟ يغسل يدينا أول شيء، بعدين يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. لما يرجع يغسل يدينا ما يغسل رؤوس الأصابع، يغسل مفصل الكف، من نصل مفصل الكف وراء. من هنا كثير شفتهم يعني بالشكل هذا. يعني ما يبدأ من هنا، إنما يبدأ من هنا، ما يبدأ من رؤوس الأصابع، يبدأ من نصل الكف وراء. جينا على السنين وهو كبير في السن. طيب طيب شكرا. شكرا لك يا محمد. أمت الله من السعودية، السلام عليكم. شكرا لك. طيب شكرا للجميع، شكرا، حياكم الله شيخنا مجددا. أم محمد تسأل عن الصلاة أثناء نزول الإفرازات جزاكم الله، يعني دون نزول دم الحيض. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الكدرة قبل الحيض لا تعد حيضا، سواء نزل أصفر أو دم أحمر أو بني أو أوساخ، ولو كان هناك ألم من آلام الدورة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم لعموم قول أم عطية عند البخاري: كنا لا نعد الكدرة شيئا، ولم يرد في البخاري بعد الحيض. أما زيادة بعد الحيض فهي عند أبي داود وهي ضعيفة. وهذا القول هو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن الكدرة والصفرة والدم الأحمر والبني والأوساخ قبل الحيض ليست بحيض، فعليه على المرأة أن تصلي حتى ترى الدم الأسود الثقيل المنتن الرائحة، هذا هو دم الحيض، فتترك الصلاة إذا نزل الدم الأسود الثقيل. نعم نعم. هل هناك دعاء لأجل التوفيق للحج، أن يوفقها الله للحج، هل هناك دعاء مخصوص أو معين؟ لا يوجد دعاء بخصوصه، ولكن يرفع الإنسان يديه يطيب المأكل والمشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، فقال: أطيب مطعمك ومشربك تكون مجاب الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبتعد عن الذنوب والمعاصي ويكثر من الإلحاح، ويسأل الله أن يوفقه للحج ويسر له الحج. نعم، وأيضا يدعوه موقن بالإجابة. لا شك. أحسنت. نعم.
شيخنا الكريم أبو فهد يقول أن الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير 100 مرة تغني عنها سبحان الله وبحمد عز خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما صحة هذا الكلام؟ الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى ترك الأذكار، وإنما رغبنا في الأذكار، ورغب جويرية رضي الله تعالى عنها لأنه خرج من عندها الصباح ثم عاد لها فسألها بأنها كان سألها ماذا تعمل فقالت بأنها تسبح الله وتذكر الله، فقال لها هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده رضا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لهذا الذكر وأرشدنا لباقي الأذكار، فجاءت أحاديث كثيرة ثابتة صحيحة، فالإنسان يقولها، وإذا أراد أن يكثر من الذكر فيكثر بحسب ما جاء في الأحاديث. أيضا تقييد الأعداد الأحالة الأذكار بأعداد، لا يقيد الإنسان شيء بعدد إلا ما ورد فيه التقييد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل هذه تدلنا على أن الأذكار لا بد أن تقال، ولا تترك الأذكار ويظن أن هذا يكفي، حتى أن ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فقال هذا من الأذكار التي يقال من جملة الأذكار، يقال من جملة الأذكار. نعم. أم عمر من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم عمر. أقول لك لو تكرمت، أنا عندي قطعة أرض وعرضتها للبيع يمكن من 20 سنة ولا دحين ما انباعت، كيف يكون الزكاة حقتها؟ سؤال آخر. لا هذا السؤال. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا أم عمر، شكرا لك. نعود إلى شيخنا الكريم، هنا سؤال عبر إكس، تقول السائلة والدتي كبيرة في السن وإذا صلت على الأرض تستطيع أن تسجد لكنها لا تستطيع القيام للركعة الثانية واقفة، وإذا صلت على كرسي صلت واقفة ولا تستطيع السجود، فأيهم أفضل أن تصلي جالسة وتسجد أو تصلي على كرسي جزاكم الله خيرا؟ أعد السؤال. تقول أنها إذا صلت، والدتها كبيرة في السن، إذا صلت على الأرض تستطيع أن إذا صلت على الأرض يعني إذا كانت جالسة لكنها لا تستطيع القيام للركعة الثانية واقفة، يشق عليها الوقوف، لكنها إذا صلت على الأرض الركعة الأولى تستطيع أن تسجد لكنها لا تستطيع القيام للركعة الثانية، يشق عليها يعني من عملية الانتقال من الجلوس إلى القيام، لكنها إذا صلت على كرسي صلت واقفة لكنها السجود يشق عليها، يعني ربما يشق عليها مسألة الانتقال من الوقوف إلى السجود، سواء بدءا من القيام إلى الجلوس أو من الجلوس وعودة إلى القيام، فكيف تصلي في هذه الحالة؟ نقول تصلي بحسب قدرتها ووسعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فالذي تقدر عليه واجب عليه أن تفعله، بل هو ركن، القيام ركن، الركوع ركن، السجود ركن، وباقي الأركان، فلا تترك ركن إلا عند العجز عنه وهي أعلم بحالها. هي تسأل بين حالتين، جالسة أو على كرسي؟ أقول تصلي الذي في وسعها، هي أعلم بحالها. أنا قد تستطيع أن تصلي جالسة، قد تستطيع أن تصلي على كرسي، هي أعلم، لأن المسألة تتعلق بأركان وترك أركان، فإذا جلست على الكرسي ستترك ركن قطعا وهي تأتي به إذا صلت على الأرض، فنحن نقول الأركان تركها عمدا مبطل للصلاة، ترك الركن عمدا مبطل للصلاة. هي إذا صلت على كرسي ستأتي بالقيام، ستأتي بالقيام لكنها لا يشق عليها أن تسجد،
وإذا صلت على الأرض سجدت، لكن يشق عليها القيام. أي لكن فنحن نقول صلي بحسب وسعها، هي أعلم بالذي هي تقدر عليه، لكن الآن في كلا الحالتين ستترك أركان. فنقول ترك الركن عمدا مبطل للصلاة إلا في حالة العجز، إذا كان هناك عجز كامل، عجز كامل عن الركن، فهنا نقول هي أعلم بحالها والذي تقدر عليه تفعل. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الآن الأصل أن الركن مبطل تركه عمدا للصلاة، وهو قادر على الاتيان به، وهو قادر، لكن العاجز يسقط عنه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط القيام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وترك القدرة وتحديدها إلى الإنسان نفسه. وما سألت الأخت أو البنت عن أمها إلا لديها حرص، وحرص عند أمها أيضا. صحيح صحيح. بارك الله فيكم شيخنا. أم شريف من السعودية، السلام عليكم. من السودان، أم شريف من السودان، تفضل يا أم شريف، حياك الله. سؤالين. ما هو السؤال الأول يا أم شريف؟ السؤال الأول القرآن قالوا إلا يدروا، يعني إنسان متوضي، أما الأذكار ما فيه برضو آيات صور، برضو الهناية الأذكار برضو متوضى ولا نجري شاي؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فعليك أن تتوضئي، هذا بداية السؤال. ثم ماذا؟ يلا على الأذكار، الأذكار ما برضو فيها صور. الأذكار أيضا تشمل على آيات وصور، فهل يلزم تقصدين مسك الأذكار، يعني لمس مثلا ورقة في أذكار، ولا قراءتها لا أذكار، لا الأذكار صباح ومساء، عندي كتاب أذكار صباح ومساء، هل يتوضأ؟ فيه صور قرآنية. لديك كتاب؟ أيوة كتاب، كتاب أذكار ويشمل آيات قرآنية، فهل علي أن أتوضأ عند قراءتها؟ أي. السؤال الثاني يا أم شريف. السؤال الثاني الحرب في السودان ده، الناس الجونة وأولادنا الجرات لديل كلهم، يعني ما هنا ما شو هذا حقين لديل؟ أعيد السؤال الثاني ما سمعته، كيف؟ في السودان مثل يعني ما في الحرب؟ في السودان ماذا إيش؟ علي إيه؟ مشريف خلنا طيب، ما اتضح لي السؤال الثاني. أمن أبا أحمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. الله يخليك. نعم. بس توضيح أبغى من الشيخ، لأنه دوب محين قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، في علم يقول لك يحيي ويميت، هذه ما هي داخل وصل للمجموعة. طيب سؤال آخر. سلامتك، تسمع الإجابة يا أبا أحمد، بارك الله فيك. علي من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال واحد كرم. تفضل. في التشهد الأخير هل يضاف العالمين ولا ما يضاف؟ طيب واضح؟ نعم نعم واضح. شكرا يا شكرا لك يا علي، وشكرا لجميع المتصلين. ونعود إلى شيخنا الكريم أيضا أبو سعيد يسأل عن هل بعد الانتهاء من قيام الليل أو الأذكار، هل هناك أذكار بعد الانتهاء من قيام الليل فيها التسبيح عشرا والتهليل عشرا والاستغفار عشرا والتسبيح والاستغفار والتكبير والتهليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبات، في الصلوات المكتوبة الفرائض. ولكن في قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم بدأ قال سبوح قدوس رب الملائكه والروح، ويرفع صوته بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم يستغفر الإنسان، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار التسبيح دبر كل صلاة بعد الصلوات المكتوبات الفرائض. نعم. نعم. سعيد من اليمن يسأل عن الشفع والوتر بركعة واحدة، الأفضل أم أن نصلي الشفع ونسلم ثم نصلي الوتر ونسلم؟ الأفضل أن يصلي الشفع ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة، ولو صلى ثلاثا يصليها بتشهد وسلام واحد. أي نعم.
لا يجعلها كالمغرب فيتشهد مرتين. اي يعني بعد الثانية لا يتشهد، يتشهد بعد الثالثة. اي نعم، لكن الأفضل أن يسلم بعد ركعتين، هذا الأفضل. نعم نعم. التهنية ويجوز لو صلى ثلاثا يجوز. نعم. التهنية بعيد الكريسماس، التهنية كما ذكر علماؤنا بن باز وابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا أمر محرم لا يجوز تهنئتهم، لأن العقيدة النصرانية تقوم على اعتقاد أن الله ثالث وثلاثة. والتهنئة بماذا؟ بمولد من؟ تهنئة بمولد من يهنؤون؟ بمولد عيسى الذي هو عندهم. عندهم إيه؟ تعالى الله عن ذلك، وابن الله. إنه ابن الله. وهذا لا شك أنه باطل، بل هم أنفسهم كبار قساوستهم ردوا عليهم ذلك، وأنه ظاهر لهم رأي في التواريخ المحددة ونحو ذلك، لكنه لا يهنئ الذي يقول قل هو الله أحد، لا يهنئ من يقول إن الله ثالث ثلاثة بأن الله ثالث ثلاثة. فالأمر عظيم، هذا ما أفتى به ابن باز وابن تيمية رحمه الله تعالى وعلماؤنا كلهم على ذلك. نعم. أيضا سؤال محمد قريب من سؤال سعيد، التسمية بمسيحي أم نصراني؟ التسمية الشرعية نصراني. نصراني وليست مسيحي. الذين قالوا إن نصارى. أحسنت. إيه؟ المسيح هذه صفة لعيسى. إيه؟ مسيح ابن مريم. أما هم يسمون نصارى. نصارى. ولا إشكال في ذلك، واليهود كما يسمون يهود. نعم. أيضا من أسئلة محمد، من أين يبدأ غسل اليدين أثناء الوضوء؟ هل يبدأ من المفصل، مفصل الكف، أم من رؤوس الأصابع؟ اليدين جاءت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهنا من أول الأصابع، من رأس الأصابع إلى نهاية المرفق، بعد المرفق إلى المرافق. أي. فهنا هذا هو الغسل، وهذا هو الأصح في هذه المسألة. طيب. فتغسل اليد كاملة. نعم. هو ذكر أنه كان يعني ينصح شخصا أنه يبدأ هذا الشخص الآخر من المرفق، من المفصل، ولكنه لا ينتصح، وإنما مصر على أنه يبدأ من يعني الآن صلوات الشخص الآخر هل هي تبطل؟ هل هناك قول من أقوال أئمة أخرى أو مذاهب أخرى أنها تبدأ من المفصل؟ أولا الإنسان يجب عليه أن ينصح برفق ولين، ويبتعد عن إبطال أعمال الناس أو الحكم على الناس بالكفر. حقيقة هذه إشكالية، الله سبحانه وتعالى قال للنبي وللأمة أجمع فذكر وذكر، كلها جاءت بهذه الصفة. فالله سبحانه وتعالى دائما يتكلم ويذكر لنا في القرآن الذكرى، أن نذكر الناس ونبين لهم، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فيحذر الإنسان من هذه المسألة، عليك أن تنصح برفق ولين، قبل الحمد لله، لم يقبل لا تكن معنفا أو تريد أن تجبره بالقوة. تشكر أنك تسأل وتبحث عن الدليل، هذا تشكر عليه. الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده كاملة، وهناك قول لبعض أهل العلم ولكنه ضعيف، يرى بأنها تغسل لكن من عند المفصل، لكنه قول ضعيف. الصحيح أن اليد من أعلى الأصابع إلى أطراف إلى نهاية المرفقين، هذا هو الصحيح والله أعلم. فأنت بلغه وانصحه وجزاك الله خير، لكن لا تحكم على أعماله ولا تبطل أعماله، ليس لك ولا لي، ليس لك ولا لي أننا نبطل، لكن نحن ننصح ونبين، لأنك قد إما تفهم السؤال خطأ، أو عند التطبيق هو أخطأ ويظن أن هذا الصواب، فيحتاج للرفق لأجل أن يتعلم، يحتاج للرفق لأجل أن يتعلم. لكن إذا أغلظ عليه الإنسان ما قبل من هذا المغلط. صحيح. صحيح. نعم. صحيح.
أم عمر تقول لديها أرض، قطعة أرض منذ 20 عاما، وقد عرضتها للبيع وتسأل عن الزكاة في هذه السنين. منذ عرضت الأخت أرضها للبيع، منذ نوة البيع، كلما حال الحول على نيتها عليها أن تزكي. أما قبل أن تنوي بيعها فمن شروط عروض التجارة نية التجارة. إذا لم يوجد نية ولم تعرضها فلا تجب فيها الزكاة إلا بنية البيع. فمتى ما حال الحول سنة كاملة على نيتها تزكي، وإذا لم تبع وحال مرة ثانية وأعواما متتابعة كل سنة تزكي. تزكي، نعم. أم شريف من السودان تسأل عن إذا كانت تقرأ أذكار الصباح والمساء من كتاب، وفي هذا الكتاب آيات وصور مثل المعوذتين والإخلاص، هل يتطلب ذلك الوضوء؟ أهل العلم قالوا إذا كان الكتاب أكثره كلاما وليس قرآنا فليس له حكم قرآن. كتاب أذكار يا شيخ سم؟ كتاب أذكار. إيه أنا أقول إذا كان أكثره كلاما وليس قرآنا فقالوا هذا ليس له حكم القرآن. ليس له حكم القرآن. نعم. أبو أحمد يسأل عن زيادة يحيي ويميت في الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ماذا سأل؟ هو قال كلاما بعد سؤاله، ماذا قال؟ قال يقولون لم تثبت، ويسأل هل هذه الزيادة ثابتة، هل نقولها في أذكارنا أم نقول الذكر دون هذه؟ نعم، الزيادة ثابتة وجاءت في صحيح البخاري ومسلم، يحيي ويميت، جاءت يحيي ويميت، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عادلة 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر مما عمله. وفي لفظ التهليلات بعد الفجر لو جاء بها أيضا لا بأس بذلك ولا إشكال في ذلك، فيقول 10 مرات ولها فضل عظيم، 10 مرات بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب. أين؟ نعم. أيضا زيادة في العالمين في الصلاة الإبراهيمية. أدرخ علي يسأل عن زيادة أبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما العالمين أنا لا أعلم، في حسب علمي لم أقف عليها، إن كان الأمر ورد لا أعلم لي، لعل أحد يبحث ويبين لنا، لا أعلم عن لفظة في العالمين هذا. الأخت أسيل وهي من موريتانيا عبر إكس تقول شيخ سعد أنا كلما أفكر أنه سيأتي يوم وفارق فيه والدي أو والدي لا أدري ماذا يحدث لي، أشعر أنني سأفقد صوابي وقد أفقد عقلي، ودائما أفكر كيف أتجاوز هذه الأزمة، ماذا أفعل يا شيخي؟ لا أستطيع أن أكف عن التفكير حتى أنني أحيانا أدعو الله سبحانه وتعالى أن أموت قبله. يعني تريد توجيها في مثل هذه الأفكار التي قد هي تكون من قبيل الشيطان في مثلا كيف ستعيش بعد وفاة والدك. طب نسأل الله سبحانه وتعالى يطيل أعمار والديها وجميع والدينا على الطاعة والإيمان. أولا إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه مرتبة الكتابة في القدر، فالله كتب المقادير، كتب الآجال، قدر الآجال، قدر كل شيء، وكلنا ميتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح قال لن يبقى بعد 100 سنة من اليوم لن يبقى أحد حي على وجه الأرض، يعني أجيال تنقرض، ونحن الآن في عام 1445،
والله أعلم كم من الأجيال ستأتي بعدنا. صحيح. فالآجال مقدرة ومحددة، لكل أمة أجل، فإذا جاء الأجل لا أحد يتقدم ولا أحد يتأخر. والمؤمن يؤمن بالموت والبعث بعد الموت والنشور بعد الموت، ويؤمن بيوم القيامة، ويؤمن بالجنة والنار، ويؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة. إذا تقرر ذلك، جاء في حديث عند ابن ماجه وحسنه الألباني أن من عظمت عليه مصيبته فليتذكر مصيبته بي، فلا يوجد مصيبة أعظم من مصيبة فقدنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن بفقده صلوات ربي وتسليماته عليه انقطع خبر السماء، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين السماء. فوالله إنه لأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، وهذا من مقتضيات الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا بالإسلام دينا إلى آخر ما قال. وقال في الحديث الآخر قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما من ولده ولده ومن ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر إلا من نفسي، قال إلا حتى نفسك، قال ومن نفسي، قال الآن الآن. فكمال الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقدم على الأهل، من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا تقرر ذلك، فأفضل البشر وخير البشر وخير ولد آدم صلوات ربي وتسليماته عليه مات، لأن هذا ما أراده الله، هذا ما أراده الله وكتبه الله. فالله عز وجل كتب الفناء على كل شيء، لن يبقى أحد على الأرض. المؤمن هذه عقيدته لا تتغير. فأقول لابنتي السائلة ولمن يفكر مثل هذا التفكير، أقول الذي يخاف من الموت عليه أن يستعد للموت بالأعمال الصالحة، ولا ينسى نصيبه من الدنيا، ويتمتع بما أباح الله له. والذي يخاف على والديه أن يموتا، هما سيموتان قطعا ولن يبقى أحد. فلماذا الجزع؟ أنت يا ابنتي وأي من يسأل من الرجال والنساء من الشباب والبنات، كلكم تؤمنون بالله وباليوم الآخر، تؤمنون بالموت وبالبعث والنشور بعد الموت وبيوم القيامة وفيما في يوم القيامة، وكلكم تؤمنون بأن هذه الدنيا دار ممر للمسلمين وليست دار مقر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. وهذه الدنيا ليست لنا، جاء في الحديث المتفق عليه عندما نهى عن أن نأكل في آنية الذهب والفضة وصحافهما، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فنحن معاشنا وقرارنا في جنات النعيم، جمعنا الله ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا وقراباتنا وولاة أمرنا وجيراننا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جنات النعيم، وجعلنا نتذاكر هذه المجالس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنحن نجتهد ونستعد، ولما تخاف من أمر كتبه الله عليك وتجزع، بل اصبر واحتسب. فإذا صبرت يا ابنتي، وكل مسلم ومسلمة إذا صبروا واحتسبوا، وهذا النوع الأول من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر على أقدار الله المصائب. والله عز وجل سمى الموت مصيبة، مصيبة، قال فأصابتكم مصيبة الموت. فلا بد أننا نصبر ونتصبر ولا نجزع ولا نسخط، ونحمد الله عز وجل. ادعي عليك بالدعاء لوالديك، عليك بمحبة والديك وبالدعاء لهم، وإذا ماتوا الحمد لله، نحن أمة التوحيد والسنة، ماتوا على التوحيد والسنة وأقبلوا على رب غفور رحيم،
وما عند الله لهما خير وأبقى من الدنيا وما فيها. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم شيخ. سائل يقول حكم من أساء الظن في شخص ثم تبين له خلاف ذلك كيف يتوب من هذا الأمر، وهل يلزم منه الاستسماح منه أم فقط التوبة، وهل يختلف إذا كان سوء الظن حديث الصدر أو نطق به، وكيف يجاهد نفسه من يسيء الظن في الناس؟ أولا لا يجوز لنا أن نسيء الظن بمسلم ومسلمة، الأصل في المسلمين السلامة حتى يثبت خلاف ذلك، فعلينا أن نسير على الأصل، وهذا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم لقيه أبو هريرة في أحد طرقات المدينة ثم انسل ولم يره، فقال أين أبو هريرة؟ فجاء أبو هريرة وقال إني كنت أحدثت أو كنت نجسا فانسللت، فقال إن المسلم لا ينجس، وعليه نقول إن الأصل في المسلم السلامة لأنه موحد، والله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحسان الظن في الله ثم في الناس، والله عز وجل نهانا عن التجسس التجسس والغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فلا يجوز لنا أن نسيء الظن بالمسلمين والمسلمات مهما بدرت من الظنون ومهما حصل عندنا من الشكوك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى زوجاته أو صفية في رمضان، فلما رآه بعض الصحابة معها قال على رسلكم إنها صفية، أزال عنهم. نعم يا شيخ. عمته صفية بنت عبد المطلب. نعم. على رسلكم، فبين لهم بأن التي معه من محارمه، فإياكم وسوء الظن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء الظن، إياكم وسوء الظن، فإنه أكذب الحديث، فلذلك على الإنسان أن يحذر منه. أما المترتب إذا كان حديث نفس ولم يتكلم به الإنسان ولم يفعل شيء مبنيا على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عفية لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. أما إن فعلت وتكلمت وترتب على ذلك أمور فعليك أن تطلب منه العفو والسماح وأن تتوب من هذا الأمر، السلامة من هذا الأمر، اعلم أنك ميت واعلم أنك محاسب وأنك مجزي بما تثيره من الشكوك والظنون في المسلمين والمسلمات، فالحذر ثم الحذر ثم الحذر، هذا من كبائر الذنوب العظيمة، الإنسان عليه أن يحذر وأن يتوب إلى الله عز وجل. صدقتم شيخنا، هي نعم هي صفية زوجته، صفية بنت حي نخطأ زوجته. نعم جزاكم الله خير شيخنا. أيضا من الأسئلة التي وردت الأخ مروان يقول، وهذا السؤال كان يعني الكثير يعتقد يعني هذا الشيء أو يعني يظن ظنا كبيرا أن رفع الجنابة لا يرتفع إلا باستخدام الصابون، يعني الماء فقط لوحده لا ترتفع الجنابة وإنما لابد من الشامبو أو الصابون، هذا صحيح؟ الإنسان مطلوب أن يتنزه ويتنظف ويغسل بما يزيل، فيغسل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل فرجه صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك سكب الماء على رأسه وروى أصول شعره كاملا، ثم بعد ذلك غسل رأسه ووجهه كاملا، ثم بعد ذلك غسل شقه الأيمن كاملا ثم شقه الأيسر. ولو نوى الإنسان سم ونوى وتمضمض واستنشق وأسال الماء على جسده كاملا، هذا الغسل المجزئ، الغسل الأول هو السنة والغسل الثاني هو المجزئ، فالنظافة مطلوبة وإزالة البقايا والأوساخ من الفرج مطلوبة، لكن لو توضأ الإنسان لم تيسر له شيء ونظف واغتسل بالماء فغسله صحيح. محمد يقول، اسأل فضيلة الشيخ دكتور سعد، إذا طلب العبد المسلم من الله تعالى الدعاء أن يرزقه إقامة في مكة أو المدينة والتنقل بينهما، هل هذا من التعدي؟ لا ليس من التعدي،
إذا الإنسان دخل بطريق النظامي وطلب من الله عز وجل التيسير له ذلك فليس من التعدي، أما أن يدخل بطرق مخالفة ويكون متخلف وهذا فهذا فعله لا يجوز، وحري لا يجاب من الله عز وجل لأن هذه مخالفة وهذا ذنب عظيم أن يتسلل الإنسان ويكون هو السائل من المملكة يا شيخنا. سام السائل من المملكة ويسأل يقول أن يطلب من الله أن يكون تكون إقامته في هذين البلدين الطاهرين. أنا أعلم أنه في المملكة، لكن الذي يسأل يبحث عن إقامة إيه؟ معناه ليس مع إقامة، فكيف دخل؟ فلذلك نقول السؤال لابد أن يكتمل، الجواب لابد أن يكتمل إيه؟ فنبين أن الدخول بطريق مخالف هذا لا يجوز شرعا. فإذا دخل بفيزة مثلا زيارة وانتهت الزيارة ومكث فهذا لا يجوز. إذا دخل ومعه إقامة وانتهت فعليه أن يخرج إذا لم تجدد له ولا يعني. فنقول التزام بالأنظمة التي وضعها ولاة الأمور واجب شرعا، وهذا بإجماع أهل العلم لأنها في المعروف، طاعة ولي المعروف ولي الأمر في المعروف واجبة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في المنشط والمكر وأثرة عليك، وكثير من الأحاديث جاءت في ذلك. فنقول هنا إذا كان يريد أن يدخل بطريقة صحيحة ويريد إقامة فنقول يدعو، أما أن يأتي وتنتهي تأشيرة الزيارة ثم يريد أن باقي ويريد أن يدعو فنقول أنت بدأت بفعل محرم لا يجوز. نعم. نختم بسؤال الأخت الكريمة فرح، طبعا بقي دقيقتان، هل توالي الأمراض وتأثير الأمور على المسلم دلالة عين وحسد أم هي بسبب ذنوبه؟ أولا على الإنسان أن يتذكر دائما قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، ونقص من إيش يا شيخ ياسر؟ ونقص من الأنفس ولا من الأموال؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب لا جل لا نخطئ لنكمل السؤال، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد أن تذكر هذه الآية دائما وأبدا عند كل مصيبة، ثم دائما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن كله خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والحديث متفق عليه، لماذا للمؤمن؟ لأنه مؤمن متوكل على الله راضي بقضاء الله وقدره. فالمصائب على الإنسان أن يفعل الأسباب من ناحية العلاج، وأن يفعل الأسباب يحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم وتلاوة القرآن، يتوكل على الله ولن يصيبه إلا ما قدر الله له، والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من هم ولا غم إلا كفر الله عنه حتى الشوكة يشاكها، والسلف إذا ما جاءتهم أمراض كانوا يقولون تودع منا، ويرون أن الابتلاء كفارات ورفع الدرجات. فلا تقنط أيها السائل أو أيتها السائلة، واحمدوا الله على ما قدر واصبروا وابشروا بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي لكم الأجر وتوب الشيخ سعد. ولك يا شيخ. بارك الله فيكم مشاهدي الأخوة. اللهم آمين. بارك الله فيكم. شكرا لشيخنا الكريم، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. إلى أن نلقاكم غدا، أترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سدي العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفي الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون صوابا، نستفتي فيهدون